فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقلنا إن هنا تمنت الموت، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت بل قولوا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمت وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فقلنا أتمني الموت المنهي عنه بسبب حدوث ما تكره، فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدر فقلت يا رب خذني من عندك. إنما أن تتمنى الموت لأنك عالم أنك ستصير إلى خير مما تركت ده موضوع آخر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الشيء التافه الذي لا يؤبه له، والشيء التافه الذي لا يؤبه له عادة ينسى، مش شيء مهم في الحياة. أظن قصة الرجل صاحب علبة الكبريت اللي كان ضيف وساب علبة كبريت فيها عودين اتنين، وبعد ما خرج رجع تاني قال والله ده نسيت عندكم علبة الكبريت. بالله المشوار اللي رجعوا وراحوا ده عشان علبة كبريت فيها عودين. إذن مسألة تافهة كان يجب أن تنسى ولا يفكروا فيه فيها. طب مدام النفس هو الشيء التافه الذي من شأنه أن ينسى، قالت يا ريتني كنت حاجة تافهة ولا حد فاكرني ولا حد يعرفني. طب ومنسيا يعني إيه؟ قال لك لأن النسي شيء في ذات الشيء نفسه إن هو تافه، إنما اللي بيتذكر ده واحد تاني، فقد يتذكر كما تذكر الرجل علبة الكبريت. يبقى منسي يعني برضه محدش يلتفت ليه ولا يفعل إيه ولا يفكر فيه. يعني أدي سبب تأكيد نسي بإيه؟ بمنسي. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها من تحتها، في قراءة طبعا من تحتها، من كان جبريل لسه موجود ولا من تحتها يدل على أن الوليد هو اللي اتكلم، لأن جبريل ما كانش تحته، كان معها صحيح يعني بيكلمه، يبقى من تحتها دلت على أن اللي اتكلم مين؟ الوليد. فناداها من تحتها ألا إيه؟ تحزني. طب لا تحزن، الحزن يبقى منشأه من أمرين اتنين، منشأه الانقطاع عن الناس، ومنشأه من أنها في حالة ولادة ولا في أحد مثلا بيسندها ولا حد بيجيب لها حاجة. قال لها إيه؟ إن ربنا جعل تحتك سري، والسري هو النهر الذي يجري ماءه زلالا. وبعدين هيديها الطعام، قال وهزي إليك بجزع النخلة، يبقى اداها الشراب واداها الإيه؟ الطعام. وديا منطقية مع احتياج الإنسان للمقيت، الشيء اللي يقوته. احنا قلنا إن عناصر الاستبقاء في الحياة ثلاثة مترتبة على حسب أهميتها: الطعام، وبناكل ثلاث مرات في اليوم، ونقدر نصبر على الطعام قد إيه، نقدر نصبر على الطعام شهر لأن مخزون عندنا شوية كده يعني. طيب وبعدين المرتبة اللي أعلى منه شوية الشراب، المية ما نصبرش عنها إلا من 3 أيام ل10 على قدر ما في الجسم من مائية وهواء، وده ما نصبرش عليه ولا إيه لا لحظة، يعني بمكتم نفس. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى لم يملك الهواء لأحد، لأن انغضبت على واحد وحبست عنه الهوى قبل أن ترضى عنه يكون مات. إنما قد يملك الماء قليل يعني، وقد يملك الطعام كثيرا. إذن فالمسألة إيه مرتبة؟ فراح مديلها إيه؟ الهوى هي في الخلق، يبقى عايزة إيه الأول؟ الماء. قد جعل ربك تحتك إيه؟ سريع هذا الماء. وبعدين الطعام، وهزي إليك بجزع الإيه؟ بجزع النخلة. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجزع النخلة، كلام رب.
وهزي إليك بجذع النخلة. طب هات أقوى راجل فتوة وخليه يمسك النخلة كده ويجي من تحت كده يهزه، إن كنت نزل بلحة واحدة ده جذع ثابت. إنما أراد الله أن يجمع بين شيئين، الشيء الأول اللي هو طلب الأسباب والاعتماد على المسبب. الله الله ما شاء الله. طلب الأسباب هز النخلة، ده جاءها المخاض وتعبانة ووجع مؤلم، وجاء للنخلة علشان تتركن عليها لأنها ضعيفة مش قادرة تقوم، تقوم تقول لها هز النخلة. هز النخلة أقوى الرجال، إن قلت له هز النخلة ما يقدرش يهزها، مش ممكن. أم قال لك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله، يبقى أبقى الله لها اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيف، يعمل الأسباب على آخرها وبعدين يعتمد على مين؟ على المسبب. وهزي إليك بجذع الإيه؟ بجذع النخلة. وبعدين كنت تساقط رطب، طب ما هو الرطب يعني معناها أنه طاب، إيه يقول جنية؟ يعني استحق أن يجنى مش مبتسر. أم قال لك لا، لأن أنواع التمر كتير، فيه بلح لما يحمر أو يصفر يفضل برضه جامد وننزله ونفضل على أبوه يعمل إيه؟ يرطب. فيه ما يرطب وما يصبرش على أبوه، لازم ينزل أنت تنزله. وفيه نوع في البلاد الحارة يبقى يرطب وبعدين يقول إلى أن يجمد، اللي إحنا بنسميه الإيه بقى؟ التمر. فبيقول رطبا جنيا. طب هو ما دام رطب، قال لك قد يكون رطب ولسه ايه من جنيش، وقع كده من بهزه كده يقع، انما لسه ما ايه، لانه لو كان رطب وانتهى كان لازم ايه يقع، او يفضل امه ماسكاه لحد ما ينشف على ابوه عشان يبقى البلح جاف يقعد لطول الايه لطول الايه لطول العام. وهزي إليك بجذع النخلة، أيوة سيدي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك النخلة رطبا إيه؟ رطبا جنية، مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكليمة، لا ده رطب مس إيه؟ رطب مستوي. وهناك ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط إيه؟ الرطب. وبيقول يعني إن شاء أعطاها بغير هزة ولكن جعل لكل شيء سبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بقى في الرزق أنا نجي قبل ما الأول والنخلة بعدين، يبقى الشرب الأول هي والأكل بعدين، لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه كل وبعدين يشرب. قال لك لان الانسان عاده ايه ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى ويعمل الحاجات دي، يعني الشرب متاخر ولا لا، هو الضروره صحيح انما ايه كلام موزون، كلام سبحان الله. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمة تساقط النخلة عليك رطبا جنيا، اسمها استجابة الجماد. استجابة الجماد، كأن النخلة، اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طوع النخلة، لا ده هو لو مسكها من الطربوش بتاع البتاع دي ما تقدرش توقعها، انما هي من نفسها لما تنضج تروح طردها، الثمرة لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه رمياها. نعم. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام الماده، باقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح الماده بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجه. قال وقري عينا، قري عينا كنايه عن السرور، مش بتقول قره عين لي ولك، يعني ايه قرة؟ قري اسكن. السكون ده عند العرب سكون العين على مرء واحد دليل على ان العين
صادفت مرأة جميلة جدا لا يغني عنه أي مرأة آخر ولذلك تفضل مبحلقة له كده. قال يعني إيه؟ اسكني اسكني عند إيه؟ عند ما تراي، لأن ما فيش أحلى من كده. كأن العملية اللي انت فيها ده قرري بها عين، ده ما فيش أحلى من كده في الدنيا. استفاء ايه يعني يا سيدة نساء العالمين؟ ايه اللي انت فيه؟ الهنا اللي انت فيه دي انت تقري ايه؟ وبعض الاحيان يأتي الاسلوب العربي للمقابل. المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها، فقالت له ايه؟ اتم الله عليك نعمته واقر عينك. فقالوا له ده بتدعي لك دعا كويس. قال والله ما انتوا فاهمين هي بتدعي لك ده. بتقول اتم الله عليك نعمته يعني تزول منك النعمة، لان كل شيء يتم ويزول. ليه كل شيء يتم يزول؟ قال لك ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار، ما فيش واحد ما يتغيرش، وما دام وصل للقمة وهو ابن الاغيار يعمل ايه بقى؟ لازم ينزل بقى شويه. ما وصل للقمه وما دام هو ابن اغيار ما يثبتش على حاله، يبقى لازم ايه؟ ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ولذلك الشاعر العربي لما مدح واحد بيمدحه بيقول له يا شيخ انت كل كمالك متناهي والناس هتبحلق فيك وتحسنك من الكمال اللي انت فيه. انا بنصحك نصيحه لوجه الله، اعمل عيب واحد عشان الناس ما ايه ما تحسدكش. شخص الانام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. علشان ايه؟ علشان إيه؟ ولذلك كان زمان الولد اللي يطلع جميل كده وشكله ملفت يعملوا له ايه؟ يحط له فسوخه. ليه؟ قال فاهمين ان دي يعمل ايه؟ يرد عنه الايه؟ يرد عنه الايه؟ فلما قال له وقالت له اتم الله عليك نعمتك، يعني قال ده بتزول. واقر عينك يعني أسكنها بدون حركة، ولا تسكن العين بدون حركة إلا إذا ماتت. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا لا تدخلي معه في جدل، لأن المسألة بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها أبدا في أعراف الناس. واحدة بتولد من غير ما يمسسها راجل، كلام مش معقول عند الناس ومش هيصدقوا، وهيقعدوا زي ما بنقول احنا هنقولوا الفطوه اياك، ويبقى كلام سفاهه بقى وكلام. فتعملي ايه انت؟ جواب ما يكره السكوت. جواب ما يكره ايه؟ السكوت. تسكتي ما تتكلميش خالص. فكلي واشربي وقري عينا. فاما ترين من البشر احدا، ان شفت حد من البشر قولي اني نذرت للرحمن صوما. الله، صوما يعني عن الكلام، فلن اكلم اليوم انسيا. يبقى الصوم معنى على ايه؟ عن الكلام. يبقى الصوم برضه هي زكريا ويحيى كان له كلام، وهو مريم برضه له ايه؟ لان المعجزات قريبه من بعضها. ده وجد بعطب الالات وده وجد بنقص الالات قد بعضها. فكلي فاما ترين من البشر احدا، يعني ان رايت من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. برضو الجماعة اللي بدهم ينتقدوا على القرآن وبتاع يقول لك بقى هو يقول لها إن شفت بشر قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب ده هو قال لها اتكلمه، قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يجوز إن هي دي الكلمة الأولى اللي تقطع بها الكلام، أو يجوز أن يكون الدلالة بالإشارة، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها. لخص لما يقعد في بيئة وتفهم عنه يستطيع أن هو يتفاهم ويتكلم والناس يفهموا عنه، يقول لك ده بيقول كذا وبيعمل كذا ويعملوا له إيه؟ قاموس. الله، يبقى إذن طب خلينا كده نقول، إما أن نقول أنها لم تقول إلا الإعلام. ساعة ما يجي أي حد كده تقول إيه؟
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ويبدأ تنفيذ عدم الكلام بعد هذا النص. أو تشير، تجيب نوع من أنواع الإيه؟ الدلالة. أنواع الدلالة كتير، وأنواع الدلالة قلنا إنها أقوى أنواع الدلالات، لأن اللغات تواضع، يعني ناس يتفقوا على لغة وناس تانيين يتفقوا على لغة، بتختلف اللغات، إنما لغة الدلالات الإشارية متفق فيها عند جميع الألسنة. فمثلا عملية كده، كل لغة تعال عملية كده يعني نعم، عملية كده يعني لا، عملية كده يعني هذا الله. ففيه أشياء دلالية وتؤدي، والقرآن حينما تعرض لهذه تعرض لها في سورة أهل الكهف حينما تكلم، حتى إذا بلغ بين الإيه السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفهمون قولا، يفقهون قولا، ما أرضوش إنهم يفهمهم، يبقى ما بيفهموش من باب أولى، ما أرضوش إنه إيه إنه. ومع ذلك حدث بينهم وبينهم كلام، قالوا بقى لا بقى قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل وهو قال لهم كذا وفهموا، أم قال لك يجوز أنه احتلف فهم بدلالات الإشارات، دلالات إيه؟ دلالات الإيه؟ الإشارات. وهي برضو تقدر لما تشوف أي حد يبقى فهم إنها خلاص. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب لن أكلم أحد ولا أو لن أتكلم أو أنا إنسيا، لأن لها علاقة بالإيه بجبريل بيتكلمها وبتاع وحاجات زي دي، يبقى يمكن جبريل يجي يشوف لها مخرج من المخارج اللي هو جاب اللي جت بإيده دي. هنا انتقل بقى للحتة السترية اللي بينها وبين نفسها وبين الولي، طب من تحتها دي اللي كلمه مين؟ قالوا جبريل. طب إن قلنا إنه جبريل، إزاي لما حييبه وتحمله كده وقوم هيشوفوه وبعدين يقولوا لها أنت جئت أمرا فريا ومش عارف يا أخت هارون ما كان، ويتكلموا كيف تشير إلى الوليد؟ إزاي تشير إلى الوليد؟ هي مش هتتكلم، هتشير لمين؟ فأشارت إليه. طب تشير إليه ليه؟ لازم عرفت إنه هيتكلم. وما دام عرفت إنه هيتكلم عرفتها منين؟ قالت لأن نطق من تحتها، قال لا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كلي واشربي وقري. مسألة الوالد ما يتكلم ده أكد لها إنها في معجزة، ومعجزة ضخمة، ولذلك وثقت من أنها حين تشير إليه سيتكلم. وثقت تمام الثقة أنه حين لا تتكلم هي هو اللي يتكلم. ليه؟ لأن كلام من يقدر على الكلام لا يستطيع أن يأتي بحجة تقنع الناس عن خلاف العادة، تقول لهم إيه؟ إنما حين يتكلم في الوقت وصابه وعمال بيتكلم بهذا الكلام ويتكلم، يبقى معناها إن دي بقى معجزة، وما دام اللي اتكلم وهو وليد كده معجزة، يبقى لأن تأتي المعجزة في أمه من باب أولى. المسألة واضحة. يبقى إذا نقول له إيه؟ من تحتها لا تقول إنه جبريل، وقول إن من تحتها اللي هو مين؟ اللي هو عيسى الوليد. اللي بدليل إيه؟ بدليل أنها حينما جاءوا قالوا لها كذا وكذا وقالوا الكلام الشديد أشارت إليه. فكيف تشير إليه؟ معنى الإشارة إليه يعني إيه؟ اتكلموا معاه دي، هو ده اللي يقول. طب وهو اللي عرفتها إزاي دي؟ قالت لأنه اتكلم لها وقال لها لا تحزني إلى آخر. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها، هي اللي راحت بالجرأة كده، طب كتب داري وتاخد الواد وتمشي في فهاف الارض ولا تتنقل بيه في اي حته ولا تعمل اي حاجه، هي اللي تيجي. ما هي واثقه، ما هي معها الحجه.
عارف انه هيتكلم وهيقول حجه فاتت به قومها تحمله. حمله على الاول حملته في بطنه وبعدين ايه الحمل الثاني غير. ساعه ما شافوها جاء كده قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا. يقال ان بعض المستشرقين سال الشيخ محمد عبده في باريس وقالوا في حديث الافك بتاع عائشه ام المؤمنين اللي تقولوا عليها كلام، فبيقولوا له باي وجه قابلت عائشه قومها بعد حديث الافك. بيقولوا حديث الافك لا بد من الافك ومن ذلك كلام من كلام غير فاهم حتى. باي وجه قابلت عائشة اللي هي أم المؤمنين قومها بعد حديث الايه الافك انهم اتهموها في كذا وكذا وكذا. فبكل بساطة كده قال له بالوجه، بأي وجه قابلت؟ قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها إذ جاءتهم تحمل. بوجه الواثق الواثق من البراءة وإن ربنا مش ممكن يسلمها. ولذلك لما قالوا لها اشكري النبي اشكره عليه هو عمل لي حاجة، لما اشكره من برأني اشكر الله. فأتت به، كلمة فأتت به يبقى معناها ايه؟ دلالة على انها واثقة ان الحجة ستوافيها بالوليد، وإلا فكان المفروض ان تخجل وأن تتوارى وأن لا تري قومها إيه شكلها ولا شكل والدها، إنما هي إيه وثقة، وثقة من إيه؟ من لا تحزني إيه؟ قد جعل ربك تحتك سريا إلى آخره. فأتت به قومها تحمله. ساعة ما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فري يعني قطع معتادا، الفري للجلد تقطيعه، والامر الفري هو الذي يقطع عادة الناس في ايه في انهم احدثت زيه، او من الفرية اللي هو تعمد الكذب. لقد جئت شيئا فريا. ادي الكلام اللي يجرح. يا اخت هارون، يا اخت هارون دي مبالغة في التعيير. مبالغة في مين؟ في التعيير. قال يا اخت هارون، قال لك ده انت اخت هارون ومتسميه على وهارون متسمى على اسم النبي ونشأة في مش عارف ايه وبتاع، زي ما تشوف مثلا واحده لا مؤاخذه محجبه وحاطه في ايدها في ايد واحد مثلا وماشيين في الشارع، تقول لها يا محجبه مش كده يعني بلاش دي. يبقى يا اخت هارون ازاي هيحبس منك؟ يبقى تقريع ولا مش تقريع؟ تقريع. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. السوء هو الرجل الذي إذا صحبته نالك سوء، راجل سمعته مش كويسة ولما تمشي وياه يصيبك سوء، هذا الرجل السوء. ما كان أبوك امرأة إيه؟ سوء وما كانت أمك بغية. يعني من أين الأب شكله كذا والأم شكلها كذا، في من أين جاءت دي؟ يدل على أن نطح الأسر يؤثر في الأبناء. ساعة الابن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش في بيت ملتزم كده ويفضل كده محوط بالعناية يطلع ايه؟ فبيقول الحكاية دي مش من الطبيعية وياك، ايه اللي جرالك؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يعني جبت الحكاية دي من ايه؟ يبقى معناها أنهم متأكدين أنها عملت حاجة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين تأتي بهذه المسألة مصرين؟ فأشارت إليه. أشارت إلى مين؟ إلى الوليد. قلنا أشارت إليه دليل على أنها إيه عارفة أنه هيعمل إيه؟ أنه هيتكلم، لأنه سبق أنه كلمها فاطمأنت على أنها تحمله. مش الجريمة بتاعته مش جسم جريمة، ده تحمل دليل البراءة لا دليل الإدانة. فأشارت إليه. هم استعجبوا لما تشير إليه، يعني إيه؟ قالوا كيف نكلم، أي نحن من كان في المهد صبيا،
مش استبعد ان هو يتكلم ده هو لو احنا قبل نكلم احنا مش هو اللي ما يتكلم. ما قالوش كيف يتكلم من كان في المهد صبي، ايه كيف نكلم نحن من كان، يعني ده يطعم في عقلنا احنا لاننا نتكلم واحد مش مظن ان يتكلم ازاي الحكايه. فمش استبعاد ان يتكلم، ده استبعاد انهم هم يتكلموا وياه. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. المهد هو المكان الممهد، وعاده الطفل اكمنه ما يقدرش يحوش عن نفسه المؤذيات لازم نمهد له الفراش بتاعه، ولازم لان الراجل ما ارتاحش كده ولقى حاجه حصوه ولا حاجه يقدر يقوم ويشيلها ويقعد، انما العيل الصغير يعمل ايه؟ ما يقدرش. يبقى ولذلك يسموا ايه مهاد، يعني لاحظوا انه لازم مهاد الطفل، مهاد الطفل يعني قبل ان تنامه مهد له المكان، لان اللي عنده وعي اذا المه شيء في نومه يقدر يتحل من الحاله اللي هو فيها ويشوف ايه اللي بيألمه ويعملها ويعدل ويعمل، انما الصبي يعمل ايه؟ فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هم لسه بيقولوا كيف نكلم من المهد صبيا، فقال لهم لا ما تتكلموش انتم، انا اللي هتكلم. يا سلام الله. قال اني عبد الله. استهلاله كلامه بعبوديته لله دليل على انه قد يقال فيه انه ليس عبد وانه اله او شريك اله. فاول كلمه قال ايه؟ شوف كل المعجزات شيء، انما انا ايه؟ انا عبد الله. ولذلك تجد انكم هم قولوا ده اتكلم في المهد، نسالهم نقول لهم طب اتكلم قال ايه؟ يقولوهاش ابدا، لان مكونه وكلامه ينفي معتقد. قال اني عبد الله، مش بس كده، اتاني الكتاب. ليش تطيق ما صبر اتاك الكتاب؟ قال لك اكن دي امر مفروغ منه. اتاني الكتاب زي ما قلنا هناك، اتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله، تبقى معنى انه اتاني الكتاب يعني انا اهل لان اتحمل امانة السماء الى اهل الارض. وجعلني نبي، السلوك بتاعي سلوك قوي، وما يمكنش يكون كده وبعد ذلك يبقى فيه مطعن، وان كان المطعن بعيد عني انا ماليش ذنب، انما ضربا ايه؟ وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. يبقى كم حالة؟ عبد الله، وبعدين اتاني الايه؟ الكتاب، والكتاب لسه هيجي لانه يتكلم عن الحق، لان لسه ما بلغش ان يتكلم، فلا بد ان يكون منقل اللي بيلقنه هو اللي هيعمل له العمليات دي. اتاني الكتاب يعني الكتاب خلاص جه انتهى ما فيش كلام. اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة، ما شرع لي كمان ما دمت ايه حيا، وبرا بوالدتي. ايه اللي حشر والدتك؟ ايه المساله دي؟ برا بوالدتي يعني لما يكبر ولا اي حاجه، وبعدين يعرف القصه انها جت من غير، انها ولدت كده من غير ما يمسها بشر ومش عارف ايه وبتاع، ما تعملش عنده ظلال. ليه؟ لان الادله هو الدليل، والدليل لا يشكك في المدلول، هو نفس الدليل. يبقى ما يمكنش يقول وبرا بوالدتي، اوعى تقول ان انا هبتدي اقول لامي مثلا يجي لي خاطر ايه اللي عملته ايه اللي مش عارف ايه ايه. وبرا بوالدتي، وكلام منطقي، ولم يجعلني جبارا شقيا. لم يجعلني جبارا شقيا يعني ايه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسوله لا بد ان يجعله لين الجنب. ليه؟ انه سياتي ليخرج الناس مما الفوه من الفساد، والذي يالف الفساد ويعايشه يكره من يريد ان يصلحه، فسيتعرض لايه؟
لعمليات استفزازية وعمليات ايه عناد. فلو ما كانش لين الجانب علشان بس يقدر يستمين الاذن اللي تسمع منه رسالته ما تنفعش. ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والسلام علي يوم ولدت. يوم الميلاد بتاعي كان سلامة. ليه؟ لأن مثلا يصح ان لما يكون فيها ناس متحمسين وجابت الولد من غير اب ومش عارف ايه وبتاع وعجزين ياخدوا الولد ويعملوا فيه اللي ما يعملوا ويعملوا في مش عارف ايه. قال برضو مرت بسلام. والسلام علي ايه؟ يوم ولدت ويوم اموت. اشمعنى خص الولاد والموت؟ قال لك لان الميلاد قبل الموت. قال لك ما هو برضه الموت هياخدوه عشان يصلبوه وبعدين يشبه لهم انهم صلبوه وقتلوه وهو يرفع ربنا للسماء. طب وعم ابعثوا حيا ايه وجه السلامه هنا؟ ام قال لك لان ما فيش رسول سيسال هذه الاسئله. يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ يقول إيه؟ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طب ما ربنا عارف إن الكون مش هيقول إلا ما أمر به. إيه الحكاية دي؟ أم قال لك ده تقرير لمين؟ طب قل لهم كده إنك أنت إله صحيح؟ وأهو قدامك. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك أي الذي تقدم قصة عيسى بن مريم. قول الحق يقولها الله قول حق. قول الحق، الحق هو الله. يعني إيه؟ ذلك عيسى قصة عيسى بن مريم. من اللي بيقول إيه؟ الحق اللي هو الله. أو قول الحق اللي هو ضد الباطل. يصح ويصح. قول الحق اللي هو الله. وما دام قول الله يبقى برضه حق مش باطل ولا لا؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. ما يقوله الله قول مين؟ الحق. قول الله او قول الحق اللي هو ضد الايه؟ الباطل. والمعنيين اللي التقطوا ما دام قول الله يبقى قول الحق ولا لا؟ الذي فيه يمترون. اكن ربنا بيقول سيشكون في هذا الكلام ويقعدوا يتقولوا فيه الايه؟ الأقاويل. فيه يمترون. أنا بقول لكم قول الحق، أتركوا هذه الأقوال لأنها إيه؟ باطلة، وخذوا الكلام من الحق لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك عيسى بن مريم. ذلك أي الذي تقدم أمره من أول. واذكر في الكتاب إيه؟ مريم. إلى هنا ذلك عيسى أي المتقدم عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ايه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. اشمعنى جاب حته الولد الاول كده؟ قال لك لان حته الشريك تنفى باوليه العقل. لان شريك لله يعني يعمل ايه وياه؟ نشوف إن كان كل إله صالح للفعل وللترك يبقى دي صورة مكررة ملهاش لازمة. وإن كان ده إله لكذا والتاني إله لكذا يبقى اللي فيه دي إله يبقى نقص في مين؟ في الإله التاني يبقى نقص وده إيه؟ محال. كويس كده؟ ولو أن فيه إله تاني لكان كل واحد خد إيه إله ولذهب كل إله بما إيه؟ بما خلق ولا على بعضهم على إيه بعض. فجيب حتة الولد لأن الولد ده من الممكن أن يستبعد فيه الدليل. ليه؟ قال لك لأن دليله اتخاذ الولد أو حب الولد. لماذا؟ ليه الإنسان لما ما يخلفش أو يبطئ به الخلف عايز يجيب له إيه؟ ولد ويسعى له. أم قال لك لأن الإنسان ابن دنياه وهو يعلم أنه ميت ميت، فلما يقول ولد يبقى وصل ذكراه بجيل آخر،
لما ما يجيش ولد يبقى بيه بانتهائه ما يذكرش في الدنيا. كأننا برضو متمسحين في مين؟ في الدنيا. اللي مش مشاهدها في حياته عايز ابنه يبقى موصول. يا اخويا ذكر ايه؟ الذكر يسبقك مش يبقى بعدك. الذكر هو اللي يسبق روح هناك. اذا اتخاذ الولد اما ان يكون لاستدامة استبقاء الحياة، لان كل واحد ميت والله لا يموت، يبقى استبقاء الحياة لا ممنوع. طب او يكون له عزوة كده ويساعده ومش عارف ايه، واللي يحتاج لديه يبقى ضعيف والله هو الايه القوي. يبقى اتخاذ ولد دي منفية ليه؟ منفية لامره. ان كان استدامة حياة الله لن تذهب حياته عشان يبقى موصول في ولده. ان كان علشان استعانة وعلشان كده يا ربنا مش عايز ايه، مش عايز معونة. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه، كلمة سبحانه يعني تنزيها له في ذاته، وتنزيها له في صفاته، وتنزيها له في أفعاله. فإن قيل في الله شيء يوجد مثله في البشر، كأن يكون لله وجه، كأن يكون لله يد، كأن يكون لله سمع، سميع وبصير. إياك إنك أنت تنزل بمستوى الأعلى وتقول إنه سمع زي سمع، ولا بصر زي بصر، ولا وجه زي وجه، ولا إيد زي إيد. ليه؟ أم قال لك لأنك لك وجود ولله وجود. فهل وجودك كوجود الله؟ وجودك مسبوق بعدم، ووجود الله لم يسبق بعدم. ووجودك يلحقه عدم، ووجود الله لا يلحقه عدم. إذن ففيه أشياء توجد في الله وقد يوجد نظرها في البشر، بس إيه؟ ولذلك قال ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، كلمة سبحان لما تبقى مصدر سبحان الله، سبحان، فكأن سبحان دي اللي هي التنزيه المطلق لله، موجود حتى قبل أن يوجد خلق. أمر ولذلك استهلت بها سورة الإيه؟ الإسراء. سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده. لأن المسألة عجيبة، يسري بيه من بيت المقدس لمكة وفي ليلة، وبعدين يطلع من السماء مش عارف إيه، هو من مكة لبيت المقدس، وبعدين يطلع من بيت المقدس السماء. إيه مسألة؟ يقول لك سبحان، أوعى ما تحكمش ربنا الذي خلقك بقانون الزمان والمكان والبعد والمسافة. ليه؟ لأن كل فعل يتناسب قوة وقدرة مع فاعله، فما تعزلش الفعل عن فعله. شوف مين اللي فعل، أفعلها محمد سرى ولا أسري به؟ أسري به، يبقى مش شغلته بقى، شغلة مين؟ شغلة إيه؟ شغلة ربه. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه تنزيها له. ولذلك إيه؟ أكن كلمة المصدر دي لله تنزيه قبل أن يخلق الخلق الصفة دي له، وبعد ما خلق الخالق برضو الخلق سبح، سبح لله ايه ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. ومرة سبح لله ما في السماوات والارض. طب سبحوا وسكتوا، وقال لك لا يسبح لله ما في السماوات وفي الارض. يبقى سبحان تنزيه له ثابت قبل ان يخلق الخلق. ولما خلق الخلق، الخلق ايه سبح لله ما في السماوات. وهل سبح وانتهى؟ قال لك يسبح لله ما في السماوات. وما دام الله له تسبيح سبحانه الأزل، والخلق سبح وظل يسبح، يبقى أنت يا مخلوق والخلق ده كله لك سبح باسم ربك الأعلى. أنت ما أنت الشاذ في الوجوه، أنت بقى تستقيم وتسبح. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طب وإذا قضى أمرا فإنما يقول له؟ قال لك لأن الآية مخالفات للنواميس كلها. فإياك أن تتعجب من أن يفعل الله ذلك من زكريا ويحيى. دي حطب الآلة، الآلة موجودة بس معطوبة. وإياك أن تتعجب من نقص الآلة في مسألة مين؟ عيسى وعيسى ابن مريم ومريم.
وإياك أن تتعجب من إن اللي في المهد الصبي يتكلم. كل دي مناوميس خارقة للعادة ولا مش خارقة؟ فإذا كانت خارقة للعادة خذها كلها في إطار إيه؟ سبحانه، أي تنزيها له، لأنه إذا أراد شيئا لا يعالجه بعلاج وعمل، وإنما يعالجه بإيه؟ كن فيكون. إنما فإنما إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن إيه؟ كن فيكون. أم قال لك ده كن دي مكونة من إيه؟ من كاف ونون. طب ده هو قبل ما تيجي النون يكون وجد، إنما أقصر فعل أمر هو ده. هيقول إيه بقى ده؟ كن فيكون. وبيقول لك ايه، ويجب ان تفهم من النص انه يقول له، بيقول للمين؟ للشيء. قال لا، طب ده هو لسه هيخلقه. الله، كانه موجود ازلا بس بيقول له اطلع، يا مستخبي يظهر، بس انما موجود، هو موجود. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله، كلمة الرب يعني المتولي التربية، والمتولي التربية معناها يأخذ المربى بالرياضة إلى ما يصلحه في مهمته. نشوف دي مهمته، زي ما تربى واحد عايزه يبقى إيه؟ مهندس، من ربي تربية مهندس. عايزه يبقى دكتور، من ربي تربية دكتور. عايز يبقى مثلا صانع، يعني عربي تربية الصنعة بتاعته. يبقى المربى بيعمل ايه؟ المربي يأتي في المربى بما يصلحه لمهمته، في مهمة الشركة عند الناس كلها وهي مهمة العبادة، وفي مهمة لمزاولة أمور في الوجود. كل واحد ايه؟ ربي وربكم. طب ربي وربكم، مدام ربي وربكم يبقى كن ربكم، يبقى لازم يربي لكم المسألة اللي تصلحه لمهمتكم، واللي تصلحكم لمهمتكم مش هيخاطبكم مباشرة، لازم يبعتني لكم. بعتني لكم لازم يربيني أيضا للإيه؟ للمهمة. يبقى هو ربي وإيه؟ وربكم. ومدام ربي وربكم من الواجب أن تطيعوه، لأن معنى العبادة فاعبدوه يعني إيه؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود في أوامره وفي نواهيه، وما أمره إلا ليعبدوا الله إلى آخره. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي لا التواء فيه، يوصلك إلى مقصودك من أقرب طريق بدون التواء. ولذلك أنت لما واحد يكلمك يقول له ما تتلويش في الكلام، تعالى إيه؟ تعالى عدل كده وتعالى دغري. إذا الخط مستقيم معناه أنه هو ذلك. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الأحزاب يدل على أن كل حزب له رأي. ما هو قلنا هو واحد قال فيه إيه؟ ده إله. واحد قال ده ابن إله. واحد قال ثالث إيه؟ ثلاثة. واحد قال ده ساحر وابن زنا. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. انتوا قلتوا اللي على راحتكم في الدنيا ليه؟ لأن الله جعل إرادتكم على جوارحكم نافذة الأمر، تمشي الخمارة رجلك توديك، تمشي للمسجد رجلك توديك، الله تبص لغير محارمك ما ماشي، تبص المحارم ماشي، الله. إذن الإرادة، الله خلق الإنسان بكل طاقاته وإيه؟ وإرادته مسيطرة عليه، ساعة ما يعوز فعل يفعل. ولذلك كان له اختيار، وحنعاقبه على اختيار ايه؟ اختيار وجهت الجرح دي لايه؟ وجهت لسانك لايه؟ الى مامور به. انت قادر عليه صحيح، انما مامور به ولا مش مامور، هذا الايه الكلام. اذا فلك ملك على جوارحك توجهها حسب هواك. الدنيا ربنا عملها كده، لكن في الاخره ما فيش هوى لشيء ولا مراد لشيء الا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.